بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا، حبابكم عشرف بيتكم بيت الهنا، وأهلا وحباب جدودنا وأحفادنا اللي إحنا دائما بنحاول قدر الإمكان وضع النقطة الوسط في التلاقي ما بين التفاهم وما بين العلاقات الاجتماعية. وأكيد الآباء والأمهات بيكونوا حريصين على إنهم يكونوا وسط ما بين الأجداد وما بين الأبناء. المسألة دي مترابطة معانا على مر السنين. خلينا نقول إنه أجدادنا ديل إحنا بنخدهم في مرتبة عالية ومرتبة كبيرة، والما عنده كبير يشتري كبير. علاقة الآباء والأمهات وعلاقة الأجداد بالأحفاد هو موضوعنا اليوم، هنتكلم فيه بصحبة دكتور ياسر محمد موسى، هو مختص في التأهيل الاجتماعي والنفسي. أهلا ومرحبا بكم. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وصل لصالوننا دكتور ياسر محمد موسى، متخصص في التأهيل النفسي والاجتماعي. أهلا ومرحبا بك يا دكتور، شرفتنا في بيت الهنا كثير. الله يبارك فيك إن شاء الله، ومرحبا ببيت الهنا. أهلا بك. في الأول لسه ما شاء الله ما بقيت جد. لا لسه. كويس. لكن بصفة نظرية هنتكلم بأنك متخصص وهتطبق، لما تطبق إن شاء الله بنستضيفك تاني نشوف التجربة العملية. عندي علاقة مع الأجداد كثير. أكيد أكيد. دور الأجداد شنو في الأسرة يا دكتور؟ هو الأجداد، هي الأسرة امتداد للأجداد طبعا، امتداد للأجداد، وده بيعني أنه الدور متعاظم وكبير، لأنه وجود الجد في داخل الأسرة عنده دلالات نفسية كبيرة. أولا بالنسبة للجد، الجد بيفتكر أنه الأسرة موجودة في محيطه، مش هو موجود في محيط الأسرة، وأنه الأسرة دي امتداد لحياته الطويلة العامرة. بالنسبة للأسرة، وجود الجد هو وجود تاريخه، وجود عنوانه، وجود اسمه، فبيبقى الدور من هنا دور فيه إشباع نفسي واجتماعي كبير، إشباع حد الكفاية. طبعا. ده ممكن بعد ذاك نشوف السالب والموجب. صحيح صحيح. أهمية علاقة الأجداد بالأحفاد، يعني احنا مش ماخدينها من ناحيه انه جده اللي هو ابو امي او ابو ابوي، او طبعا بالنسبه للحبوبه، لكن له دور كبير يعني في الاسره. له دور كبير، ويمكن بالنسبه للاحفاد مع الاجداد في التاريخ العربي والسوداني، في نمط الاسره بتاعتنا السودانيه، معروف انه الجد هو الحمايه، والحماية النفسية والاجتماعية واللوجستية في البيت للحفيد الأطفال، وهم أطفال. فإذا الأب يعني كان عنيف مع الطفل وشال الصوت أو صرخ، الطفل البوليس بتاعه هو في الجد. صح. فنقطة التفتيش عنده الجد، فبيجري إذا وقع في أحضان الجد انتهى الحماية، خلاص انتهى الأمر. وده يمكن بذكاء الطفل نفسه، فاهم انه ده ابوي لكن ده ابو ابوي، فبالتالي هو ببلغ هنا. شوف الذكاء، ايوه هيسمع كلام ابوه يعني، فهيسمع كلام ابوه. وفعلا يعني عبر التاريخ ما خذلونا، يعني الاجداد دائما هم الحمايه الحقيقيه، وبمجرد ما يستلم ويجي الطفل في حضنه هو بيكون سعيد جدا، وبوفر له الحماية الكاملة فعلا. يعني هي في أثناء عملية إنه الأب جاري ولا الحب ولا الأم جارية، وبعد ذاك لأنه بيبقى يطبطب عليه على طبعا طبعا. أيوة. طبعا طبعا، وبعدين كلام حلو، وغتصل حد التحذير للأب في إنه يا أخي ما تضربه، ما ت... ما ت... ما تحبشه، أنا موجود أنت ما تضربه، عندك حاجة كلمني أنا. دي حتة بتاعت نشوة للطفل في اللحظة، مبسوط إنه شايفه أبوه. نشوة أكبر للجد نفسه. أيوة صح. الجد نفسه إنه هو موجود بعمل، بيأدي في مهمة، فدي بالمناسبة بيستمد منها حتى حياته يعني. صحيح صحيح. وفي الإطار ده عندنا قصة تشبه نفس الكلام اللي قلته يا دكتور. يعني جدنا صديق الشيخ هو عنده أحفاد وحلوين، وتعالوا نشوف قصته كيف بتعامل في الأسرة كحماية بالنسبة ليهم، وربنا إن شاء الله يديهم العافية. تفضل. اسمي صديق الشيخ محمد نور.
ولي من الأبناء الموجودين معي هنا في القاهرة هم أربعة، ثلاثة أولاد وبنت. البنت متجوزة وعندها أربعة عيال. بالنسبة للعاطفة يعني حاجات كثيرة جدا، الواحد بيكون يعني عاطفته يعني بتقوده لحاجات كثيرة نحوهم. يعني مثلا في الأوقات اللي بيكونوا فيها بيشعروا أنهم مثلا مظلمين في حاجة كده، أمهم ضربتهم أبوهم ضربهم كده، فالعاطفة هنا بتطغى والواحد يعني بيحاول يخفف عليهم، وفي نفس الوقت مع العاطفة بيحاول أنه يوجههم. وإذا حصل فيه يعني شدة من الوالد وكده والوالد موجود والأبناء موجودين وكده، يعني أنا بحاول أبرر الشدة بتاعت الوالد دي، بوريهم أنه هو ما عمل كده إلا لمصلحتكم وإلا لأنه ده خطأ وكده وما مفروض يتكرر. لا يمكن أن الأبو يخصى عليهم مثلا في موقف يتطلب الشدة والأم وأجي أنا أكون نغيب، فكده ده بيخلق نوع من الربكة في التربية. فلازم يكون في توازن يعني. وفي مواقف بتحصل كثيرة، يعني مرات بنتي يعني بتغضب تضربهم ضرب مبجح بطريقة ما فيهاش نوع من التربية، تخبط الترابيزة تخبط بيها وكده هناك. ففي حالة زي دي أنا ما أقدرش أعمل نفسي، طوالي بمسك هنا وبكلمها بقول لها طريقتك دي غلط وكده، ما المفروض كده تعملي كده، بوريها الطريقة الصح. دي الحالات اللي ممكن أنا أكون يعني دخلت تدخل مباشر حتى قدامهم وقدام بنتي أو قدام أبوهم. هم بيحبوا أنا يعني بحكي لهم قصص من الخيال كده، في نفس الوقت فيها تشويق بالنسبة لهم وممكن يستفيدوا منهم، وبحكي لهم على حسب عقليتهم. فأغلب الأحيان أنا يعني بحكي لهم قصص من الخيال يدل على العطف وعلى المساعدة وعلى المروة وعلى الإنسانية وعلى المحافظة على الجار وكده، يعني بوريهم حاجات. يعني ودلوقتي في شهد حفيدتي يعني طوالا بحكي لها قصة، هي كل ما تجي تقول لي احكي لي يا جدو حكاية فاطمة مع أمها وكده، فبتحبها جدا وما بتملها. مثلا أنا أخذت لهم يدي كده أقول له أضرب، اللي يضرب خمس مرات ياخذ جايزة، فهم لما يجي يضربوا كده أنا أصحابي يدي يضربوا هنا، فدي بتبقى مسلية ومضحكة. وفي النهاية لما واحد تكون يشعر انه يعني ما قادر يصل للجائزة فبيجي بنطفني وبيمسكني يقول لي لا 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 انا جبتها ثلاثة انا جبتها اربعة انا ضربتك اربعة انا بستحق الجائزة. هو بالطريقة دي يا عم صديق، احنا ما هنقول له جد. عم صديق ربنا يديك العافية ان شاء الله، يديك الصحة يخليك احفادك وتشوفهم كده وتشوف اولادهم زي ما بنقول بالسودان. دكتور، شايف انت التدخل هنا كان ايجابي كيف؟ انه بيتعامل مع الام بيحذرها اذا عملت بعض التصرفات اللي ممكن تكون زياده عن اللزوم، وبرضه بيوعي الاطفال الصغار بانه هي عاقبتكم علشان كذا كذا. متين هنا تدخل الاجداد بيكون سلبي؟ طبعا هو نادر خلاص وبسيط خلاص تجدد التدخل السلبي. هو وعلى ندرته هو دائما بيتمركز في الاوضاع الغير مريحه للجد نفسه في الأسرة. فإذا كان هو بيعاني من أوضاع غير مريحة في غرفته، في تلبية احتياجاته، في احترام ابنه له أو بنته له واهتمامه به، إذا كان بيعاني في الحتة دي مؤكد تدخله بكون سلبي في مسألة الأحفاد. يعني الحاجات اللي ممكن تتعامل بيعمل شنو مثلا؟ يعني مثلا إذا كان هو ما مرتاح زي ما قلت لك في غرفته، حاسس انه الاهتمام به اقل، حاسس انه ابنائه مهتمين بابناء اكثر منه. بالعكس ده خطا شائع يقع فيه الابناء دائما، انه يهتموا باطفال مقابل يهملوا اباء الموجودين معاهم. ده بيولد عداء من الاجداد للاطفال. بيفتكر انه الطفل ده مستحوذ على الاهتمام بتاع ابنائي، وانا طول ما انا عايش من واجب انه يخدموني انا. فاذا هم قبلوا قدراتهم كلها تجاه أطفالهم فبيخلق عداء خفي مع ضد الأطفال، وبخلي بعض الأجداد كثير الشكوى من الأبناء. يعني بمجرد ما يجي داخل الابن فبقول له والله أولادك دي العفاريت،
شياطين ما مؤدبين، انت ما قادر تأدبهم، وده بيكون عنصر عكننا في الامر. بتوصل سريع يعني؟ نعم نعم، وتصل مرحلة العداء طبعا، وهذا العداء قد يتفاقم للحد اللي يخلق فاصل كبير. في بعض الحالات قد يجعل الجد يرحل من البيت، يترك البيت، ودي بالمناسبة أو يمشي عن واحد من أولاده الثاني، أو يمشي دار للمسنين أو دار للمسنات. وفي حاجة زي دي كثير أنا لقيت كثير جدا بحكم شغلي معاهم. أيوة حضرتك المستشار يعني أنا ماسك لون الصحة النفسية، الصحة النفسية في دار المسنات، في دار المسنات. لقيت شنو هناك بالنسبة للحبوبات دي؟ في 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 يعني نفس الكلام اللي بقوله لك، أنا أعرف إحدى الحبوبات سابت البيت ومشت بنفسها لدار المسنات، واختارت أن تقضي حياتها في دار المسنات لأنها لا تستطيع تعيش مع الأطفال الصغار، مع الأحفاد، مع يعني نوع من الإزعاج ولا الاهتمام؟ انصراف الاهتمام، انصراف الاهتمام ليه، والإهمال اللي لقته، وما قدرت تتخذ لنفسها دور إيجابي في الأسرة. في الأسرة. وده يا جماعة أنا أفتكر إنه دائما مفروض إحنا نساعدهم فيه، يعني إذا غاب هذا الدور للحظة فده قد يكون ما هي الشيخوخة دي برضه عندها أشكالاتها. صحيح. ونصل مرحلة إنه نكون أجداد، قد نكون مصابين ببعض اضطرابات الشيخوخة النفسية، نوع من الاكتئاب الخفيف كده بيحصل مرات، نوع من الإحساس بإنه والله إحنا انتهينا وما عندنا حاجة نعملها للناس، وده بيؤدي للاكتئاب. فده أنت كابن أو كابنة لو ما حسيتي بأبوك سريع وحاولتي تفهمه إنك أنت إنه إحنا عايشين بخيرك، ده بدي جد إحساس جديد بالحياة ومحبة كثيرة لأحفاده. شفتي مجرد الكلمة دي تفتح صنابير الحب عند الجد للأحفاد، وتخليه يحب هذا الطفل ويشيله ويخده بين يديه ويبتدي فعلاً يأكله. يعني احنا ناخذ في بالنا انه عندنا طفل صغير وطفل كبير. بالضبط كده. بتعامل معه بنفس الكيفيه. فالاهتمام هنا حتى اذا هو انا عارف انه ابوي وانا مهتم به، ولكن ازيد معناها الاهتمام حتى في ساعد انه انا بهتم بأفضل. وافتح لي القنوات عشان يدخل حياتك. وما حيخربها، بالعكس حيكون ايجابي جدا، حيفيدك كثير. ممكن يكون لهم دور كيف في التربيه، يعني اذا انا في رساله كأم او كأب ما قادره اوصلها، كيف انه امي او ابوي اخليهم يتدخلوا في عمليه التربيه وتصل اسرع بالنسبه لي؟ بتصل. هو طبعا في كثير حاجات انت ما بتقدر تقولها كأب، ما بتقدر تقوليها كأم لبناتك، ممكن الحبوبه توصلها، الجده توصلها، وممكن الجد يوصلها. في بعض المسائل الحساسة اللي انت ما بتكوني صريع بالصراحة وبالوضوح مع 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 ابنائك، هل تعلمين انه الجد والجدة يقدروا؟ على 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 ابسط مثال، غرفة الوالدين، غرفة الوالدين الخاصة بهم. احنا نختشي كثير في التربية في الأسرة السودانية، واطفالنا لما يصلوا سن المراهقة ويكبروا كده، الولد يشوف نفسه كده خلاص راجل، والبنت تشوف نفسها بنت وما عليها سلطة وكده. فإحنا قاعدين نختشي كآباء في الكلام معهم، ما بنقدر نقول له يا أخي لما تجي خاش الغرفة بالله دق الباب أو استأذن، لأنه قد يفهم غلط إنه الجد والجدة يستطيع يوصل المعلومة دي بكل بساطة وبكل سهولة. تعالي يا بنت، انت بتخشي لامك وابوك ديل ساي، انت امك وابوك ديل ما كده وكده، وهي مفروض انك انت تدقي الباب لانهم هم عندهم وضعهم الخاص اللي ممكن يكونوا فيه، وهم ما اخذ لازم ياخذوا راحتهم. الكلام بالبساطه دي بالوضوح ده ما في اقدر من الجده لتوصيله. ربنا يخليهم لنا ان شاء الله. اللهم امين. اتواصل معك يا دكتور، وبعد الفاصل هنلاقيكم، خليكم معنا. بيت الهنا. نتواصل معكم مشاهدينا ومع أجدادنا وحبوباتنا، ربنا يديهم لنا الصحة والعافية. إحنا كآباء وأمهات كيف نتعامل، وأيضا كأحفاد يعني حابين نتكلم عن الموضوع ده بتعاملنا مع أجدادنا. نتواصل معك يا دكتور، أهلا بك. الله يسلمك إن شاء الله.
كيف ممكن نلقى كأمهات وآباء عملية توصيل المعلومة أو الأمر في التربية للأحفاد بحيث أنه الطفل نفسه ما يحس بأنه تتعدد جهات الأوامر بالنسبة له فما يحصل له خلط وازدواجية؟ صح صح، هي دي نقطة طبعا، وكثير جدا من الأمهات الحديثات والآباء بيكونوا حساسين تجاه أنه تقول للولد كلام أو للبيت يقوم يقول لا والله أنا ما جدي قال لي كده، صح، فيحصل تضارب في الحاجة. الحقيقة التضارب ده إذا كانت نفسيتنا تتقبل دور الأجداد في حياتنا يبقى سريع لابد أنه نمتص هذا التضارب. كيف؟ والحقيقة يا أم ويا أب أنصحك جدا بأنك ما تتخذ أي حاجة غير الامتصاص. يعني بمجرد ما تلقى رأي تضارب مع رأي أبوك أو رأي أمك اللي هم الأجداد في حضرة ابنك ثبت رأي الجد قدام الأبناء؟ قدام الأبناء ثبت الرأي الماشي، قل له خلاص طالما جدك قال كده خلاص ما في مشكلة. ده مهم جدا لأنك في يوم ما حتكون أنت الجد لابن، صحيح، لهذا الابن كما تدين وتدان، كما تدين وتدان. ومهم جدا لأن هذه أنت لو أنت حتى لو كان رأي الجد خاطئ انسحابك وتثبيتك لرأي الجد في هذه اللحظة هذا الجد أتح لك فرصة كبيرة جدا لتثبيت معلومة إنه ما عنده كبير اللي يشوف له كبير. أتح لك دي ما بتلقاها، صح، ما هي أصله هم التربية مواقف، بالضبط، وأتح لك هذا الموقف إنك تثبت قيمة إنه ما عنده كبير يشوف له كبير، صحيح، فثبتها طوالي. بعد كده لو عندك أي ملاحظات أترك الأبناء جانبا وأمشي للجد اللي هو أبوك. أهم شيء ما يكونوا بشوفوا، ما يكونوا بشوفوا، أمشي أقول له والله يا أبوي معلش أنا والله يعني محترم كلامك ورايك وكذا لكن كلامك ده في الحتة دي غلط، أنا والله داير لولدي ده يعمل كذا كذا كذا، أكيد هو حيستجيب طوالي لرايك ما حيعارضك لأنه هو الأدرى بأنه طريقة الأب هي المفروض تمشي. أيوه، وممكن تخط له البرنامج اللاحق انه والله يا اخي حاول عدل لي المفهوم ده للمفهوم الكده عشان انا عايزه يكون كده، هو حينفذ لك الحاجه دي بحذافيرها. تمام، نصيحه ممتازه. في حاله الاغتراب اذا كان الاب مغترب مثلا وهي غياب الاب، هنا الجد ممكن يلعب دور كيف؟ دور الاب، نعم، دور الاب ممكن. ما في شك، هو طبعا دي يا استاذه ايمان هو ما يحدث في المجتمع السوداني، صحيح، هو حقيقه هسه الأجداد هم الآباء لأنه يعني نسبة كبيرة من الاغتراب يكاد يكون نصف المجتمع السوداني مغترب يعني، صحيح، وما في أسرة تخلو من مغترب، وحتى المغتربين الذين بدأوا الاغتراب في من عام 70 يعني، صحيح، الليلة أبنائهم في الجامعات إما بتخرجوا أو بيتزوجوا، وبالتالي الجانب المهمة بتاعت متابعة هؤلاء الأبناء هم الأجداد، صحيح، والبيوت الكبيرة. يعني هو اغترب في السعودية أو في مكان لما أولاده انتهوا من الثانوي وجايين الجامعة حرسلهم بيت أبوي، صح، حتى لو هم مستقرين الأب والأم كمان إذا مستقرين هناك الأحفاد بيواصلوا بيواصلوا ده طبيعي أصلا، بيكونوا موجودين إنه ما في أي مشاكل، ما في مشاكل، وده ما بالعكس بالعكس يعني هو فرصة جيدة للتواصل وفرصة جيدة لأن تستمر نكهة الأسرة السودانية إلى 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 القدام لسه تمشي، صح، صح، وما بتستمر نكهة الأسرة السودانية لو كلنا انقفلنا تزوجنا وقفلنا أزواجنا وأبنائنا علينا وبس. النكهة السودانية تستمر بهؤلاء الأجداد. أشكرك كثير دكتور ياسر، ربنا يعطيك العافية، إن شاء الله إن شاء الله كان استقبلك كده وأنت جد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله يخليك أولادك الله يخليك. هنتواصل معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، خليكم معنا. بيت الهنا، أهلا ومرحبا بكم مرة تانية. نتواصل معكم مشاهدينا وفقرتنا الجاية للمرأة السودانية هنقدم لها نصيحة من دكتور أبو بكر محمد علي نصر وهو استشاري طب النساء والتوليد، نسمع نصيحته سوا، تفضل. نرحب بسادة المشاهدين في فقرة أمراض النساء والتوليد. هنتحدث في هذه الفقرة عن النزيف اللي بيحدث في الحمل قبل الولادة. النزيف اللي بيحدث في النصف الثاني من الحمل قبل الولادة عنده سببين أساسيين مهمين جدا. الأول هو
انه احتمال يكون في خلاصه متقدم، والثاني هو انفصال المشيمه. في بعض الاحيان ما بنلقى سبب يشرح لنا الحكايه دي، او بيكون في اسباب موضوعيه في عنق الرحم او اشياء احتمال حدوثها مع كثير. السببين الاول والثاني مهمين جدا. طيب بالنسبه للسبب الاول اللي هو الخلاصه المتقدم، الخلاصه المتقدم بنشخصه بانه يحدث نزيف وعاده ما بيكون معه الم، وبيحدث بصوره متكرره وما بيكون في سبب واضح له. بيتم تشخيصه بالموجات الصوتيه لانها بتقدر تحدد لنا بالضبط موقع المشيمه. في بعض الاحيان بنعمل موجات عن طريق البطن، ولكن الادق انه تدعم الموجات عن طريق المهبل. والمعلومه المهمه انه الموجات المهبليه في الحاله زي دي امنه جدا، لانه بنقيس المسافه بين طرف المشيمه وعنق الرحم، ودي بتحدد لنا المشيمه دي هل ممكن بعدين معها الولاده الطبيعيه ولا لا بد من الولاده القيصريه. السبب الثاني اللي هو بيكون في انفصال المشيمه، وده عاده بيكون معه الم حاد ونزيف حاد وبيكون في سبب، مثلا ارتفاع ضغط الدم او بعض المشاكل الثانيه زي انه يكون في مويه كثيره وتبدا المويه تنزيف. طيب في الحاله الاولى لما يبدا النزيف متكرر ونشخصه، من اهم الاشياء انه الحامل تتاكد انه دمها يكون كويس. اذا الدم ضعيف لابد من معالجه الامر ده حتى لو احتاجت لنقل الدم لسبب بسيط، لانه ما بنعرف انه النزيف ده حيحدث متين، وقد يحدث بصوره حاده بالاخص قبل الولاده. طيب من الاشياء المهمه اذا لقينا والله ان المشيمه دي متقدمه من النوع اللي هو قافل عنق الرحم تماما، تحتاج الام انها تدخل المستشفى. والسبب ورا الحكايه زي دي انه نحن بنحضر لها الدم وبنخليه محضر باسمها، وبنتفادى انه لما يحدث النزيف يكون في مشكله بتاعت وصوله للمستشفى، لانه فيها مخاطر على حياتها. طيب تحديد الولاده بالنسبه لها في الحاله زي دي، اذا كانت المشيمه قريبه جدا او قافله عنق الرحم لابد من الولاده القيصريه. وهنا من المهم جدا انه يتحضر دم كافي قبل الفتره بتاعت الولاده، عشان العمليه القيصريه محتاج لدم كثير جدا. الخلاصه لما يكون يحصل فيه انفصال بتكون الحاله طارئه، وتحتاج تجي المستشفى فورا وتحتاج لمعالجات في الطوارئ. في الختام نتمنى انه في الحالات زي دي الناس تصل المستشفى في اسرع فرصه ويطلع حمل بدون اي مشاكل. وشكرا جزيلا وعوده الى الاستديو. شكرا لك دكتور، نتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه تنعم بها المراه السودانيه وكل افراد الاسره. وعلاقه الاجداد بالاحفاد زي ما احنا ذكرنا في البدايه علاقه وطيده، عرفنا كيف التعامل معهم، وخاصه لو كنا احنا الامهات والاباء في النص بنكون بيناتهم. نتمنى ان شاء الله دائما الاستقرار يعم البيت السوداني. هنا اتشروط تي في ايميلنا بنتواصل به معاكم، وان شاء الله بكره لنا مواعيد جديده. ودعناكم الله. بيت الهنا.